أهلا بكم أعزائي المشاهدين في المناظرة اليومية. انضم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران إلى مسلسل الاغتيالات المنسوبة للاستخبارات الإسرائيلية والغربية داخل الأراضي الإيرانية. فهنية لحق بحسن طهراني الذي كان أحد مؤسسي البرنامج الصاروخي الإيراني وضباط آخرين بالحرس الثوري، وكذلك بمحسن فخري زاده الذي كان آخر أبرز العلماء النوويين الإيرانيين والذين قضوا في عمليات اغتيال مجهولة يعتقد أن إسرائيل وأجهزتها الاستخباراتية تقف خلفها. ألا تؤكد هذه الاغتيالات هشاشة النظام الإيراني ومنظومته الأمنية؟ أم أن هذه الاغتيالات تحدث في كل مكان في العالم حتى في العالم الغربي، وآخرها محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟ لنبدأ المناظرة. وأرحب بضيفي ينضم إلي من واشنطن الأستاذ حازم الغبرة رئيس مجموعة فرونتيرز الاستشارية ومستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بك أستاذ حازم معنا. كما أرحب بدكتور حسن مرهج خبير في شؤون الشرق الأوسط، أهلا بكما. ودعونا نبدأ معك دكتور حسن هذه المناظرة. دكتور حسن، مسؤول إسرائيلي رفض تبني بالطبع اغتيال هنية على الأراضي الإيرانية، قال لي قبل هذا البرنامج أن لربما إيران هي الساحة المفضلة على دولة إسرائيل لتنفيذ هكذا عمليات، وذلك بسبب هشاشة منظومتها الأمنية. كيف تعقب؟ أنا أعتقد هي جملة نوع من الغرور لا أكثر ولا أقل، لأنه ربما يعني بالنسبة لأي اغتيال في العالم عندما يكون هناك مخطط لاغتيال أي شخصية ولا تهم بأي دولة في العالم ويكون نية الغدر باستطاعة التنفيذ، ونادرا من ينجو في مثل هذه المخططات، لأنه هذا شيء يعني معروف في جميع أنحاء العالم، وكانت هناك إحصائيات كثيرة وهناك كانت محاولات على سبيل المثال إلى اغتيال حسني مبارك في إحدى زياراته خارج مصر والعديد، وأخيرا كما ذكرت يعني ترامب نفسه. فعندما يكون هناك مخطط، يعني لاحظت مثلا من حاول يغتال أو يقتل ترامب كان يعني بسن العشرين، فترة بسن العشرين، فما بالك عندما تكون هناك أجهزة استخباراتية تمتلك ما تمتلكه من أدوات في يعني تقريبا استخباراتية وأسلحة و العديد من الأمور يمكن لا نستطيع حتى أن نتخيلها بأجمل الأفلام الهوليودية تمتلكها، وتمتلك من التخطيط والذكاء الصناعي والإمكانيات الأسلحة. فهذا شيء يعني معروف، عندما يكون هناك تربص نادر من ينجو في مثل هذه. تقول أنه أمر عادي دكتور حسن يحدث، نعم، ربما في كل مكان. نعم، ولكن بهذه النقطة أنقلها إلى أستاذ حازم. أستاذ حازم، يعني هل تدل محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في أو على الأراضي الأمريكية وفي الولايات الأمريكية على هشاشة المنظومة الأمنية الأمريكية؟ ما أحاول أن أقولها هنا أن كما ذكر دكتور حسن هكذا أمور تحصل ومعرضة كذلك للحصول في كل مكان، ليس كذلك؟ سيدي الكريمة، شكرا على الاستضافة. ما حصل مع دونالد ترامب كان حادث منفرد غريب جدا بسبب خلل آني في حماية، في جهاز حماية ترامب والتنسيق مع الشرطة. ما يحصل في إيران اليوم هو نتيجة عمل دؤوب من قبل إسرائيل وطبعا الولايات المتحدة يعني إنتاج منظومة هجومية ضد إيران. سببه الأساسي، وعلى فكرة يجب التذكر هنا أن سبب وجود هذه المنظومة بيد إسرائيل هو أفعال إيران، خصوصا البرنامج النووي الإيراني. يعني عندما دخلت إسرائيل في برنامج على سبيل المثال طائرة الـ F-35،
هناك طائرة يعني نسخة من الـ F-35 مخصصة بإسرائيل اسمها أدير، هي مصممة للهجوم على إيران ومصممة للوصول إلى الداخل الإيراني دون أن يكتشفها الرادار ودون أن تتصدى لها أنظمة الدفاع. هناك أيضا العمل الاستخباراتي للوصول أيضا إلى الداخل الإيراني كما رأينا مع يعني علماء البرنامج نووي الإيراني. فلا، هناك عمل دؤوب ومستمر لتصل إسرائيل لهذه المرحلة المتقدمة جدا من اختراق الداخل الإيراني. وأيضا يعني أفعال النظام الإيراني، الجوع الذي يعاني منه المواطن الإيراني، الوضع الداخلي الاجتماعي الاقتصادي السياسي، طبعا يفتح الدولة إلى الاختراق. ورأينا ما يحصل. يعني تقول أن لربما المعارضة الإيرانية في الداخل وكثرة إن صح التعبير الغاضبين من السلطات الإيرانية من النظام الإيراني يسهل عملية الاختراق لهذه الدولة؟ لا أعتقد أنها معارضة بالمعنى التقليدي لهذه المعارضة السياسية. أعتقد أن أي مواطن إيراني اليوم يعني ذهنه منفتح بعض الشيء سيرى أن لا مستقبل مع هذا النظام الإيراني وسيعمل ضد هذا النظام. نعم. وقد يعمل لمصالحه الشخصية عندما يرى أطفاله بدون يعني دون حليب أطفال متاح في الشارع الإيراني أو في المحلات. هناك مشكلة في الداخل الإيراني سببها يعني جزء العقوبات طبعا، لكن جزء كبير منهم ما أن أتى بالعقوبات بالأساس. نعم. والتصرفات طيب. هذا النظام الإيراني. طيب دكتور حسن، السياسة الداخلية والوضع الداخلي والتناقضات داخل المجتمع الإيراني ولا يمكن القول المعارضة لسياسة هذا النظام، كل هذا يساعد ويفسر لربما هشاشة المنظومة الأمنية ومحاولة مساعدة الداخل لإسرائيل وللاستراتيجية الغربية في الاختراق للأراضي الإيرانية، ليس كذلك؟ لا توجد أي دولة في العالم اللي هي محصنة بشكل 100% من الاختراق. لاحظي على سبيل المثال لو أخذنا الولايات المتحدة، يعني الولايات المتحدة جوناثان بولارد كان جاسوسا إسرائيليا في الولايات المتحدة واخترق المنظومة الأمنية، وهل هو يعني عمل في الولايات المتحدة وعلى مدى أعوام عمل لصالح إسرائيل وسرب معلومات أمنية إلى إسرائيل. وهناك من العملاء كثر في جميع أنحاء العالم، الروس يمتلك، ورئيس في الولايات المتحدة قتل يا دكتور حسن بالإضافة لما تتحدث عنه. نعم. ومثلا مثل محاولة ترامب يعني لاحظي يعني الخرق للمنظومة الأمنية والـ FBI والحرس الشخصي من CIA لترامب، ويعني فتى بعمر 20 عام يعني ولم يمتلك ما تمتلكه الجهات الاستخباراتية وخاصة الفرق الاغتيالات وكل هذه المنظومات المتدربة والتي تمتلك كل الإمكانيات، استطاع أن يقوم في عمل. ويعني لو لم يكن هناك حكمة ربانية لربما كان اليوم ترامب بعدد الأموات. ف إنه اختراق دولة أو اختراق هذا مهما يكون مكونات هذه الدولة ومهما يكون كل الدول في خلافات. أعطيك مثال آخر، يعني يتخاك رابين بكل الحراس المشددة وكل الحراس المشهورة فيها إسرائيل، ونحن نعرف ما مدى إمكانيات إسرائيل في كل هذه الأمور، واستطاع أيضا أن يقتل بين أيدي الحرس يعني بعد أن نزل من المنصة وتم اغتياله جنب السيارة وإطلاق النار عليه من بعد صفر تقريبا. إذن عندما يكون هناك تربص بغض النظر إنه وضع الشعوب وهناك نفوس، لا يوجد يعني شخص في العالم من يرضى ربما بدولة يعني هذا هناك من يرضى فيها وهناك من غير راضي، وهناك هذا أي طبيعة البشر إنه في خلافات في أحزاب.
ولكن ألا يجب علينا دكتور حسن أن نستغرب من أن دولة كدولة إيران التي تطمح أن تكون دورة مهمة جدا في المنطقة ويمكن القول أنها قائدة محور المقاومة أن تكون ربما مخترقة بهذا الشكل؟ إذن كيف يمكن لها أن تحمي حلفائها وأذرعها في المنطقة وهي يمكن القول مخترقة؟ هذا لا يدل على ضعف الدولة. إيران معروفة بإمكانياتها وما استطاعت ووصلت إليه من إمكانيات، وبالتالي إنه حدث واحد لا يدل على إنه هذه الدولة هشة ولا تستطيع أن تحمي هذا. لو لم تكن في هذا الوضعية مثلا الموجودة في إيران، لربما لم يكن هناك مفاعل نووية، ولم يكن هناك صناعة الصواريخ التي تمتلكها والمسيرات وكل الأبحاث التي وصلت إليها إيران في هذا الشكل، ولديها منظومات دفاعية اليوم تسوق في العالم، وهناك من يريد أن يشتريها والغرب يحسب لها ألف حساب في مسيراتها. فإنه حدث واحد، وأكم مرة يعني إيران استطاعت أن تخترق تبرعياً إسرائيل على سبيل المثال، وكم حدث وكم مرة استطاعت أن تجند عملاء لها في الداخل الإسرائيلي، والآن هناك يعني من استطاعت أن تجندهم من المتدينين وهو موجود في السجن حاليا صار له شهر تقريبا. نعم دكتور حسن، عمل لصالح إيران استخباراتيا، وبالعكس أكيد يوجد إسرائيل أيضا عملاء في إيران وفي في جميع أنحاء العالم، وهذه طبيعة الاستخبارات في العالم بشكل عام. أستاذ هذا حازم، لا يدل على ضعف الدولة بهذه النقطة أو التي أو ذكرتها قوتها. دكتور حسن أنقلها إلى أستاذ حازم، يعني يقول دكتور حسن هذه الاغتيالات وهذه الحوادث لا تدل على أن إيران دولة ضعيفة، ويعني نرى بالفعل أن رغم كل هذه المحاولات الغربية إيران تعتبر دولة قوية، إيران تستمر في تطوير منظومتها الصاروخية، نعلم كذلك أنها تقترب من قنبلة نووية وهذا باعتراف من قبل الولايات المتحدة. إذن كيف يمكن أن نتحدث عن هشاشة هذه الدولة؟ طبعا الأمثلة التي طرحها دكتور مرهج أمثلة لا تماثل ما يحصل الآن في إيران، يعني اغتيال إتساك رابين، محاولة اغتيال ترامب، أحداث داخلية قام بها أشخاص من داخل البلاد، لكن أن تأتي طائرات من على مسافة آلاف الكيلومترات تدخل الأجواء الإيرانية تنفذ عملياتها وتخرج، ويكون هناك يعني حادثة التي ذكرتها اغتيال العالم النووي الإيراني، سيارات مجهزة بروبوتات آلية تطلق النار، هذا مرحلة أخرى مختلفة جدا. إيران ضعيفة، ما هذا واضح جدا، يعني يجب أن نحن نقول ذلك، لأننا شخصيا أنا أعادي يعني إيران ضعيفة وهي تتوسع في المنطقة يا أستاذ حازم، ونرى تأييد أكبر لها ونفوذها تتوسع في المنطقة، تتوسع يعني دولة ضعيفة تتوسع على حساب ضعاف نفوس، يعني الضعيف يتوسع على حساب الضعيف. نتمنى يعني هذه الدولة إيران متى اكتشفت دواء جديد، متى طرحت للعالم حل جديد؟ ما كل ما يعني عندما نتكلم عن إيران نتكلم عن صواريخ، مسيرات، برنامج نووي عدائي عسكري، هذا ما تقدمه إيران للعالم اليوم. هذا ضعف بحد ذاته. إيران لا تستطيع اليوم تقديم أي شيء مفيد للمجتمع الدولي، لا تقدم إلا الإرهاب، تمول مجموعات إرهابية، الآن أصبحت تصدر أسلحة لروسيا التي تعتدي على جيرانها. هذه إيران عندما نتكلم عن محور شر يتشكل، هذا شكله. دول لا تستطيع تقديم شيء مفيد، لا تقدم إلا الإرهاب، تدعم حماس الإرهابية، تدعم الحوثي الإرهابي، تدعم النظام السوري الإرهابي، تدعم ويعني مرة أخرى استغرب بشكل مستمر كيف يقوم السيد حسن مرهج وبسيفه قاهر التنين يدعم إيران يعني بهذه الطريقة الغير منطقية.
طيب دكتور حسن يفسر لنا. طيب ألم يرى المجتمع الإسرائيلي وماذا وصل إليه تقنيا في الاكتشافات في الأدوية في التكنولوجيا؟ كيف يدعم دولة لم تقدم شيئا للمجتمع الدولي؟ أكيد في إسرائيل هناك مشاكل في الداخل، قد طيب. يعني قد يكون إصلاحها ممكن، لكن مشاكل إيران مستحيل إصلاحها تحت هذا النظام الإيراني. طيب لنعطي دكتور الملالي. طيب لدكتور نعطي دكتور حسن يعقب، يعني في نهاية المطاف يقول أستاذ حازم أن إيران ضعيفة وهي تتوسع في المنطقة على حساب الضعيف وعلى حساب لربما الشعوب الضعيفة، لهذا نرى نجاحها في لربما استقطاب نفوذ في المنطقة، كيف تعقب؟ حقيقة الأمر أنا أدرك مدى إرباك ضيفك حازم غبرة من واشنطن وعشقه إلى كرسيه وأينما يجلس، فارتبكت عليه الأمور. تارة يقول إيران تصدر أسلحة إلى روسيا وهذا شيء طبعا يفتخر فيه، وتارة يقول إني أدعم إيران، وأنا هنا كمحلل وليس كداعم لا لإيران ولا للولايات المتحدة ولا أي دولة في العالم. الدولة الجيدة نقول عنها جيد، ومن يلعب دور جيد في العالم نقول إنه هو جيد، والدولة التي تلعب دور الشيطان الأكبر كالولايات المتحدة الأمريكية التي لم تترك وراءها إلا المآسي من تاريخها في اليوم الأول على حساب الهنود الحمر، ولربما كرسيه مصنوعة من أحد جلود رؤوس الهنود الحمر في أمريكا التي قضت عليهم لتحتل وتسكن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يتربع الآن على هذا الكرسي. وما بين صناعة الأدوية والهذا، ماذا تفهم أنت عن إيران وصناعة الأدوية في إيران على سبيل المثال؟ وأنا من يتابع هذا الملف وأحلل بما هو أمور واقعية على أرض الواقع، ولا يعني نتعاطف مع أي أحد في هذا الموضوع. عندما تتحدث عن صناعة الأدوية، أكثر دولة في العالم تصنع أدوية في الشرق الأوسط وفي كل المنطقة، ورغم يعني الحصار الموجود على إيران هي لا تستورد أدويتها من الخارج. هناك صناعة أدوية ضد أمراض السرطان، وهناك حتى استطاعت إنه تصنع، وهي الولايات المتحدة منعت أن تصل هذه الأدوية في كورونا أو الكوفيد 19 إلى إيران، وقامت هي في التصنيع، والعالم كله كان يشتري من الولايات المتحدة في صناعتها، وربما هذه التطعيمات التي أخذت كانت حتى دون فائدة ولها عوارض سيئة اليوم، ولكن إيران هي من صنعت إلى نفسها وهذه الأدوية، لأنه منعت حينها الولايات المتحدة وحتى أعطت إلى سوريا وإلى دول عديدة في العالم، وكانت روسيا أيضا صنعت وأعطت لبنان وكل هذه الأمور. ولكن عندما الإنسان يكره شخص ناجح، يعني من لا يستطيع أن ينال من العنب يقول عنه حصرم، بعد ما يحصل لضيفك حازم أنه هو لا يستطيع يرى دولة إقليمية كإيران اليوم بهذه القوة بهذه هذا، حتى الولايات المتحدة تحسب لها حساب وتجلس معها في عمان وفي بغداد، ويتم هناك محادثات ويعني تبادل وإلى ما هنالك، لأنه ليست دولة هشة يعني الولايات المتحدة تجلس مع إيران. يعني تقول دكتور حسن أنا لولا إيران لم تكن دولة قوية وطموحة إن صح التعبير، لما ركز كل الغرب وتحديدا الولايات المتحدة عليها. غير ذلك لاحظي كل البعثات الدبلوماسية لغاية الآن والسفارات الموجودة في الغربية الموجودة في إيران إلى اليوم بعثات آمنة وتقوم في علاقات مع إيران، رغم أنه كل الحصار وما تقوم به الولايات المتحدة. يعني نعرف أن هناك سفراء لدول أوروبية كثيرة متواجدة في إيران، وكل العلاقات التجارية ما تقوم به الصين وروسيا، التي الصين اليوم وضعت الولايات المتحدة من الخلف اليوم، وبقيت الصين هي الرائدة اقتصاديا في العالم، وأين أي الولايات المتحدة اليوم التي تنازع بالداخل وبالخارج؟ طيب الولايات المتحدة تنازع بهذه النقطة، نعم إن سمحت لي لربما أستاذ حازم يريد التعقيب، يعني الولايات المتحدة تنازع من الداخل والخارج، وكما قال يعني إيران العالم الغربي الولايات المتحدة تركز عليها، وحتى لربما يمكن القول تخطو خطوات اتجاهها، ونعلم المباحثات المباشرة يعني غير المباشرة المستمرة بينهما.
أولا يعني يجب على التنويه هنا للدكتور مرهيش، هناك فرق كبير بين صناعة الدواء وتركيب دواء في معمل في في مصنع. ما تفعله في إيران هو تركيب أدوية صنعت واكتشفت في الغرب وبعضها اكتشف وصنع في ووضع في إسرائيل. لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح للتنويه. طيب هذا غير صحيح، هي تصنع وصنعت أدوية وأنا يعني هناك أبحاث واضحة لهم وهي تصنع أدوية. طيب وهذا صعب عليك تستوعبه عشان إيه؟ طيب لو سمحت. نعم نعم أوكي. المشكلة بإيران يعني ما نراها اليوم في إيران ليس دعيني أشبه لك إيران. هناك هذا الطفل في المدرسة المشاغب المزعج، يعني يتم الاهتمام به من قبل المعلمين، يتم الاهتمام به من قبل مرشد نفسي، الجميع يلتف حوله لمساعدته أو لدرء شره على الآخرين على الأقل. لأنها هذا لا يعني أنه هو لا، ولكن الالتفاف هو لأن هناك قلق يا أستاذ حازم. وفيما يتعلق بالموارد نعلم أن هناك علماء أقلقوا الولايات المتحدة، لذلك أقدم المحور الغربي على اغتيالهم، أليس كذلك؟ لأنه لا يستطيع أن ينافسهم علمياً. حسن هو لم يستطيع أن ينافسهم علمياً. لجأوا إلى القتل. هذا ما يفعله الغرب. أستاذ دكتور حسن لو سمحت. المتحدة الأمريكية يعني لجأوا طيب. بالأخير إلى القتل. ليكمل أستاذ حسن لتكمل. دكتور حسن. هذه النقطة هذه هي التربية. دكتور حسن سأعطيك أن تعقب لو سمحت. يعني هذا الطفل المشاغب المزعج الذي ولكن كذلك لا فقط تعقيب، ولكن كذلك الشرق والمحور الشرقي وتحديدا إيران كذلك تتجه يعني في نهاية المطاف تقتل وتحاول أن يمكن القول تنفذ السياسة الغربية فيما يتعلق بالقتل، أليس كذلك؟ تفضل أستاذ حازم. لا لا لا، دعم إرهاب، هذا دعم إرهاب السياسة الغربية سيدتي الكريمة. السلاح النووي التي يعني تحاول صنعه إيران هو الذي لفت نظر الغرب والعالم إلى إيران، لكن هذه مشكلة. يعني لا يمكن لدولة أن تسبب مشاكل ثم يلتف العالم حولها لإصلاح هذه المشكلة وتعتبر هذه الدولة نفسها ناجحة. بهذا ليس منطق، يعني بهذا منطق داعم للإرهاب، ليس منطق طبيعي. اليوم ما إيران مشكلة تسبب مشاكل، تدعم مشاكل أخرى، تصدر مشاكلها، وعندما يأتي الغرب لإصلاح هذه المشكلة أو درء هذه المشكلة يقول لك سيد حسن هناك سفارات وهناك جهات غربية تحاول إيران. ماذا تريدنا نفعل؟ يعني نقصف إيران بالنووي مثلا؟ يعني العملية الدبلوماسية هامة، لكن عندما تفشل العملية الدبلوماسية ترى أنت ما يحصل، يصبح الموضوع مباشر عسكري، وهذا ما نتجه إليه الأمور. يعني لم تنتبه دكتور مرهج أن إسرائيل بدأت يعني تعتاد الدخول إلى الأجواء الإيرانية وقصف أهدافها في إيران؟ أصبح الموضوع أسبوعي الآن، يعني كما كان يحصل في لبنان وسوريا أصبح يحصل في إيران، بدأ يحصل في إيران. ماذا تقول عن ذلك؟ أصبحت إيران مستباحة إسرائيليا بعد أن قال سنوات باع النظام الإيراني، نظام المرأة الإيراني، فكرة الأمان والاطمئنان ومعادات إسرائيل لشعبه المسكين الجائع. يا أستاذ حازم لنعطي دكتور حسن أن يعاقب، تفضل دكتور حسن. تفضل. يعني ما توجهه من تهم إلى إسرائيل وإمكانياتها تجاه إيران، نحن لا نستطيع أن نتحدث في هذا الموضوع، لأنه أي شيء إسرائيل لا تلتزم به أو تتصرح عنه نحن لا نستطيع أن نتحدث عنه، وهذا مهنيا. أنت تقول هذا شيء يحسب عليك. أما بالنسبة لموضوع الاغتيالات، هذا هو الفكر الغربي، لا يفهم إلا القتل بصناعاته. تتحدث عن النووي وهي الدولة التي تجلس فيها للأسف هي الوحيدة في العالم التي استعملت السلاح النووي، وهذا أخطر شيء أن يكون مثل هذا السلاح في يدي النفوس الضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تهيمن على العالم أصلا، ليس بعلمها وبأدبها وبأخلاقها، إلا في سلاحها وهيمنتها وتجبدها في العالم وفي العالم الضعيف. لاحظ ما فعلت في فيتنام، لاحظ ما فعلت في أفغانستان، لاحظ ما فعلت في العراق، لاحظ تاريخها أسود. أنا لا أعرف كيف أنت تمجد في دولة تاريخها أسود وإيديها ملطخة في الدماء.
أنا لا أعرف حقيقة الأمر كيف أن تحاول أن تصنع. ليست دولة خارجية يا أنا لا أعرف كيف تصنع، لأنك لا تستطيع أن تفسر وتفهم دول أخرى، أو لربما بمجال السياسي لا يوجد لك، يعني كنت موظف في الخارجية عندهم، أنا لا أعرف ماذا فعلت هناك بالخارجية، ولكن يعني إنه دولة زي مثل الولايات المتحدة إيديها ملطخة في الدماء، تصنع الأسلحة وتبيع إلى جميع أنحاء العالم. جملة أخيرة من أستاذ حازم، لم يتبقى لي الوقت. ويعني بالآخر وجاي أنت تمجد فيها. طيب وأنت حازم، تجلس على كرسي جملة أصلاً أخيرة. مصنوع من الدماء. جملة أخيرة. اليوم في هذه الدولة خطر جداً، لكن مثير ربما الأمور تختلط عليك نوعاً ما. أصبحت إيران مستباحة بشكل كامل. ولكن هذه الدول وصلنا إلى نهاية هذه المناظرة. لو سمحتم دكتور حسن منهج خبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلاً لك، وكذلك شكر موصول الأستاذ حازم الغبرة رئيس مجموعة فرونتيز الاستشارية ومستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لكم. بهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه المناظرة، أشكركم على حسن المشاهدة والتابعين.